اجت البلديه والشرطه بدهم يقوموا البسطه. قلت لهم انا ابو الشاكر اللي حطني هين، ابو الشاكر اللي جابني، زي ما جابني يجي يشوف لي حل. عندي انا شكات كاتبها في السوق يعطيني الحل. معهم قرار، فيش مجال معانا قرار، فيش معك قرار. انت حطيتني، انت مسؤول انك تقيمني، تيجي تقول لي بدي اقيمك، في لك حل واحد اثنين ثلاث. انا بروح على المنفى تحت تحطني بالمنفل، بدها تشتري حفاي، بدها تيجي عندي تحت، عندها طول كرم كلها تيجي تحت. هذا الحكي مرفوض عشان انه فيش منه، ما هي منفى تحت، ودوا السوق تحت عشان يظبطوا محلاتهم مش اكثر. كل واحد له محلات تحت، عملوا السوق عشانهم مش عشان الشعب. اوعكم تقولوا عشان الشعب بس، كل واحد لمصلحته. هاي البلد عايشين على المصالح، كل واحد عنده مصلحة بعيش في هالبلد، كل واحد عنده واسطة. اللي عنده واسطة بعيش. بس عندنا رب العالمين أحسن منهم كلهم، قدهم وقوتهم ملكوتهم، بس احنا ربنا أقوى منهم، أقوى منهم. بنحاربهم بكلام ربنا، وربنا رايح ياخذ حقنا لنا منهم. بدهم يرفعوا البسطات من هون، اللي بترزقوا منهم. اخوي ملهوش عين ابنه، بده قرنيه، ما فيش معاه مصاري، هذا اللي شايفينه. ينجلط يموت يعني؟ مش حرام عليهم؟ اخوي الثاني اللي فاتح بسطه اكون قلب مفتوح، قاعد بيعمل هسه عمليته، 5 شهور عمره، بده 15000 شيكل اليوم. مش حرام عليهم اللي بيعملوا هذا عشان يفض الشارع للسيارات يصفن على جنب؟ ما بحكيش غير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بس اللي صار انه امبارح البلديه اجوا علينا، حكوا لنا انه اليوم اخر يوم معكم عشان هاي البسطات كلها كلياتها، قالوا لنا بدنا نشوفها نظاف، بدناش ولا شيء لكم. هان امبارح ما نمناش، ضلينا للساعه 2 الصبح هان، وحكوا لنا انهم الليله بدهم يجوا حملوهن. صبحوا من الصبح جايين، لا احم ولا دستور، بلشوا وين في بسطه بدنا نحملها. احنا كلنا هان اسرى جرحى، اسرى محررين، يعني فيش واحد منا فيش عنده مأساة هنا في البسطات. وين نروح؟ مش مضايقين حدا، كل المحلات في الشارع هذا حكولنا بدكم ورقة، بنعطيكم ورقة انه انتو احنا بدنا اياكم هنا تضلكم عنا على الفاضي. بنحكي معهم على الفاضي. اجى الصبح، اجوا للشاب صاحب البسطة محمد عواد، بحكوا له هاي البسطة بدك تشيلها، تشيلها ما تشيلهاش. حكى لهم ما بشيلها، هاي رزقتي ورزقه اولادي. لما شافهم منهم اجوا كلهم مسكوا البسطة بدهم هم يشيلوها، بدهم يكبوا له اياها بالعربي، بيحكوا له مصادره هم بيكبوها على الفاضي. راح الشاب جاب بنزين وحرك بسطته، حكى لهم ما بدي بسطه وما بدي اشتغل وخلص، يعني انه مش عارف شو بدي يعمل الشاب. الشيخ هذا اللي شايفيته بصيح، عنده ولد عنده عمليه قلب مفتوح هسه في القدس، عمليته كل شغله كان لابنه، ابنه ما بيشوف بعينه، عنده عين فيش ما بيشوف بها خلقه من الله، وعنده اليوم عمليه عشان ما يفقد عينه الثانيه، وهيهم سكروا له بسطته برضه الشيخ. مش مخلينا نعرف نبسط، حتى هاي العلبة الباميكا بقول كيما ممنوع تنحط هنا، بدهم مش بدهم يقطعوا رزقة هالناس. واحنا مثل احنا مع وكيل ما بنعرف نروح ولا نعرف نيجي، وهل مسموح لنا نبسط هنا وبدهم مش يعني، حتى يعني في الممر قال بدهم مش يعني. وهل مثل وين بدهم؟ لا راضين يعملوا لنا معاش يعني اللي يريحونا، ولا راضين يشغلونا، ولا راضين يعملوا الا بس قطع الغاز. واحنا جبناهم مشان يساعدونا، لا جبناهم مشان يقطعوا رزقتنا. امبارح بكيت هنا، اجوا قالوا لي كيم البسط طاق، مع اني حاطط بوكس صغير يعني عايش من وراها، فيش اللي مرزك، عندي اعاقه وعندي نسبه عجز 72%. فاجوا قالوا لنا نزلوا، نزلنا قالوا لنا صبركم كم يوم على اساس نشوف كيف الوضع. هسه بتفاجئ امبارح انا قاعد على الكرسي بس اريح هنا، وبحط امانات لاهل البلد عندي، بقول لي ممنوع تحط ولا شيء، بقول له مش حاط شيء، بقول لي ممنوع تقعد هنا حتى على الكرسي، بريح حالي فيها، بقول لي ممنوع ولا بحملك. ونضال اخر عدم المؤاخذه، نازلنا في العربده يعني، نازلنا كاننا احنا غنم مش بشر، لانه كعب بيهدد فينا وبيتوعد فينا، وهذا الشيء ما حداش بيقبله يعني. عدم المؤاخذه انا عندي اعاقه وعندي نسبه عجز 72%، ما بقدر لا اروح ولا اجي. تنظيم البلد ممتاز، واحنا مع تنظيم البلد، البلد كانت فوضى وتنظمت. 97% نزلوا على السوق التحتاني، ما تبقى هي اصحابين يعني حاجات خاصة، الناس كبار 64 سنة 65. احنا عزمنا ابو زياد الله يرحمه، كان يجي يقعد عنا ويشوف بسطة كيف وضعكم شو اخباركم الله يعطيكم العافية ويمر.
وواجه بعضه الدويكات، واجه بعضه الاخ عبد الله كميل، واجه اخونا الله يطول عمره ابو عدي. فالاخ رئيس البلديه بده ينظم البلد بطريقه مهذبه منطقيه ممتازه، لكن لكل قاعده سواد. يعني ناس اصحابين خاصة يعني عفوا نص متر في 20 سنتي، هل بتأدي هذه إعاقة مدينة؟ واحد قاعد بجنب جامع مشان يصلي فرضه يكوت أولاده. أنا 64 سنة لو عندي إمكانية أقعد القاعدة هذه؟ يعني الحال بغني عن السؤال. فهم يعني ماخدينها بالطول وبالعرض، في أسلوب في المعاملة، في تأني في المعاملة، إيجاد البديل في المعاملة في طريقة منطقية منهجية صحيحة على أسس، يعني تتنظم البلد على أسس وليس على مجرد يعني عربدة وقيم الكسر ويضربوا ويحطوا. هذا الحكي ما بصير، لأنه إحنا بشر متحضرين، بيقولوا عنا شعب متعلم. يعني نوصل للمرحلة هاي زي الأفلام المصرية يجيبوهم الشيء ويحطوا يعركوه، مش هيك، مش هيك تنحل الأمور. في لها أسس صحيحة سليمة بتأني بتأمل بأخذ اعتبار بعض الحاجات الخاصة.